مرة أخرى لزميلتنا مشاعل السعد، نشوف صورتها، نتأكد هي بأي منطقة تحديدا. على ما يبدو من أمام جبل الرحمة، صححي لي مشاعل، يعطيك العافية. انتقلنا من صباح الخير إلى مساء الخير، أهلا وسهلا. مساء الخير حمود وعلى جميع المشاهدين. احنا موجودين في مشعر عرفات، بدا نفره الحجاج الى مزدلفه، يعني باقي شويه من الحجاج الحين في طريقهم الى مزدلفه. خلينا نلتقي ببعض الحجاج الموجودين معنا الحين، ناخذ يعني كيف كانت رحله الحج، كيف مشاعرهم. السلام عليكم، مرحبا، اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك حسين القحطاني، كيف كانت تجربتك في الحج؟ كيف شعورك وانت من بين 60,000 تم اختيارك للحج هذه العام؟ شيء طيب اني اخترت من ضمن الحجاج. نعم. وانا عارف ان حكومه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهده خدمات مميزه، وكان فيه خطط ممتازه وناجحه جدا. الحمد لله، الله يتقبل يا رب. حمود، احد الحجاج من اندونيسيا، اهلا وسهلا، السلام عليكم. كيف كانت الحج معك هذا العام؟ ما شاء الله، هذا انا مسرور مبسوط جدا، وكاني لا استطيع ان اعبر كيف مناسك الحج ممتاز جدا في هذه السنه. فان شاء الله يتقبل حجنا ان شاء الله حجا مبرورا. ولكل المسلمين ندعو من عرفة من الجبل الرحمة إن شاء الله سيأتون إلى هذا المكان المبارك إن شاء الله. أمين يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا، تقبل الله. أيضا حمود، نأخذ أحد الحجاج من تونس، أهلا وسهلا من تونس الخضراء. كيف كانت الحجة معك، وكيف لما اختاروك تحديدا من بين 60,000 حاج أن تكون موجود هذه معنا السنة هذه؟ الحمد لله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. والله الحقيقة شعرت بأنه حقيقة أن لسنا غرباء هنا في هذا البلاد، والله فضل من الله. لما جاء الاسم معناته كنت أظن أنه سيكون الحج فقط للسعوديين، ولكن هذا فضل من الله. لما معناته من أندونيسيا، من مصر، من تونس، من كل العالم، هذا معناته يبين أنه في شفافية وفي عدل، وربي يوفقهم ولاة الأمر، وربي يسددهم، وربي يوفقهم لما كل فيه الخير. وإن شاء الله نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الحج في موازين حسناتهم، وأن يرجع كل الحجاج إلى 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 موطنهم هنا في السعودية، ثم إلى بلدانهم اللي غير من السعودية، صالحين ومصلحين، صالحين ومصلحين. لأنه الصالح هو صالح، ولكن احنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نكون مصلحة أيضا. ربي يوفقنا وربي يتقبل منا منكم إن شاء الله. جزاكم الله خير، تقبل الله، الله يبارك فيكم إن شاء الله. جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم، ربي يتقبل إن شاء الله. أيضا نأخذ أحد، أيضا أحد، وحش، السلام عليكم. السلام. أهلا، من وين؟ من السودان. أهلا بأهل السودان، ما شاء الله أخواننا. كيف كان الحج معك، وكيف لما اختاروك تحديدا تكون معنا من ضمن الحجاج هذه السنة؟ والله شعرت بفرحة كبيرة جدا جدا، والحمد لله ربنا يعني الحمد لله استجاب لنا، وإن شاء الله الحج كان ممتاز جدا جدا، والمشاعر كلها والنسك كانت على أكمل وجه الحمد لله، وكانت مرتبة جدا، وكان فيها احترازات صحية جيدة جدا جدا الحمد لله. ونشكر حكومة المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين والملك ولي عهده محمد بن سلمان على هذه الخدمات، وجزاكم الله خير، وإن شاء الله ربنا يتقبل من كل الحجاج هذا العام ويوفق المسلمين والمؤمنين والمؤمنات، وجزاكم الله خيرا. ديك الآن. أهلا وسهلا. إذا حمود، 60,000 حاج من 150 دولة، التقينا ببعض الحجاج وهم في طريقهم إلى مزدلفة، مشاعر عارمة، مشاعر جميلة جدا نراها اليوم في عرفات. لك مشاعل سعد، على ما يبدو لنا عودة إن شاء الله معك في خلال احنا الآن بقينا تقريبا 2-3 ساعات لنهاية هذه التغطية. شكرا لك. الآن مشاهدينا كما تشاهدون الآن هذه لقطات مباشرة للقوافل، قوافل الحجيج في نفرتهم من منى إلى مشعر مزدلفة، ولله الحمد انسيابية كما تلاحظون. تقريبا كل 3-4 باصات نلاحظ سيارات أمن، يعني مقابل كل 3 سيارات سيارتين من دوريات الأمنية. تنظيم كبير حقيقة حمود، بلا شك. الحمد لله نستطيع أن نعلن نجاح هذا الموسم من خلال ما تراه أعيننا الآن. تبارك الرحمن. الشيخ طالب، أنا يعني أنا